هي الجمهور كان هو اللاعب يعني الثاني عشر حقيقة، وفعلا لعب الدور تاعه مش فقط في الملعب بل حتى في شلف كان لعب دور كبير في التحفيز. نعم واستوعدهم الجماهير تاعنا طبعا. هو انا نوعد الجماهير، انا نضل اللاعبين نوعدوا الجماهير وقوفوا بعهدهم، واحنا نواصلوا ان شاء الله في دعم الفريق بحول المادي والمعنوي خاصه للفريق طبعا. كما نقولوا التحفيز المادي راه موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق.